أخبار اليوم. أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ نيفين مع بوابة أخبار اليوم وحلويات عيد الفطر المبارك. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم المعمول. عندنا المكونات: كوباية من السميد، كوباية من نص كوباية من الدقيق، نص كوباية من اللبن الدافي، ونص كوباية من السمنة. وعندنا دي الأشكال اللي احنا هنعمل بيها نشكل بيها المعمول. وطبعا الحشو اختياري، ممكن نعمله سادة وممكن نحط له ملبن او عجوة. هنيجي بس للطريقة. اول حاجة نوسع هنا كده، هنجيب الطبق اللي هنعمل فيه، هنحط السميد والدقيق، والدقيق ده اللي انا حط عليه رشة ملح، هنحطهم مع بعض ونقلب كده تقليبة خفيفة. السميد ده انا نخليه، عشان السميد بتاع المعمول لازم يبقى سميد ناعم. نحطه كده، ممكن نحط شوية فانيليا او مية ورد. هنحط السمنة بالشكل ده ونعجن، ندخل السمنة في كل الخليط بتاع السميد كده بالشكل ده. بعدين نجيب اللبن نحطه شوية بشوية، ممكن ما نحتاجش الكمية كلها لحد ما يتشكل معانا خليط بالشكل ده. شوية كمان اهو كده. هنيجي بقى للطريقة بتاعته. هناخد قطعة كده من العجينة، هنجيب الشكل مثلا ده، نحطها هنا ونعمل فتحة كده، ونجيب مثلا لو احنا هنعملها نحط حتة من العجوة ونقفل كده بحتة عجينة برضو كده بالشكل ده. نتأكد بس ان احنا عاملين مدببينها كده على الشكل عشان تاخد الشكل بتاعنا. ننزلها وتبقى بالشكل ده. بقت بالشكل ده عندنا. نعمل لكم واحدة كمان. هناخد جزء كده من العجينة ونجيب الشكل بتاعنا ده، نعمل حفرة كده فيه، ونجيب حتة من العجوة حشو بتاعها، ونقفل كده بالراحة بحتة تانية من العجينة عشان بس نملى الشكل. نضغط كده وبعدين نعمل كده اهي. نعمل لكم واحدة بالملبن بقى بالشكل التاني. هنجيب حتة من العجينة نحطها، دي كبيرة شوية عن التانية، التانية صغيرة. نعمل حفرة كده، وبعدين قطعة من الملبن الحشو، ونحاول نقفل كده بحتة من العجينة تاني، نرتبها كده وضغطة خفيفة عشان تاخد بس الشكل بتاعنا كده. ده الشكل التاني اللي بالملبن. انا هكرر العملية دي وهرصهم في صينية عشان التسوية وهوريك تبقى عاملة ازاي. هو انا خلصت المعمول. ده الشكل اللي بالعجوة وده الشكل اللي من الملبن. هندخلها الفرن على الرف الاوسط على حرارة متوسطة 180 درجة لحد ما يبقى لونها ذهبي، بعدين نطلعها. المعمول اهو طلع من الفرن، هسيبه بقى يبرد قبل ما اقدمه. المعمول اهو بعد ما سويته وخلاص وبرد وطلعته حطيته في الطبق ويتقدم. والف هنا وشفا. حلقتنا للنهارده اتمنى ان هي تعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين.